ازيكم استاذ صدق؟ درسنا النهارده تجميع البيانات الاحصائيه الكميه. عرفنا في الدرس اللي فات انواع البيانات الاحصائيه، وعرفنا ان احنا عندنا نوعين من البيانات الاحصائيه، بيانات احصائيه كميه وبيانات احصائيه وصفيه. خدنا تجميع البيانات الوصفيه، والنهارده هناخد ازاي اجمع البيانات الاحصائيه لما تكون نوعها كميه. نشوف مثال. بيقول لي تم حصر نتائج مادة الرياضيات في نهاية العام الدراسي لتلاميذ أحد فصول الصف السادس بإحدى المدارس، وعددهم 42 تلميذا، فكانت درجتهم من درجة النهاية العظمى وهي 60 درجة تماما. دي درجات 42 طالب عندي في الصف السادس. الدرجات موجودة ومكتوبة، كل واحد كاتب درجته بالشكل زي ما هو قدامي. من الدرجات اللي قدامي دي معرفش احدد الطلبه الضعاف كم طالب، او الطلبه المتميزين او المتفوقين كم طالب، والمتوسطين ومستوى المتوسط كم طالب. انا محتاجه هنا ارتب الدرجات اللي عندي وانظمها بطريقه معينه. هنا من الدرجات اللي قدامي دي ينفع بس احدد الدرجه، اكبر درجه كام واصغر درجه كام. لو انا بصيت على اعلى درجه هلاقيها هي 59، وأصغر درجة عندي اللي هي 20. يبقى أنا هنا من مجموعة الدرجات اللي عندي حددت أكبر درجة وأصغر درجة. طيب هنا كمان هعرف أحدد أو أحسب قيمة المدى. إيه هو المدى؟ المدى ده هو الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة. يبقى المدى بيساوي أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. يعني هنا بالنسبة للدرجات يبقى أكبر درجة ناقص أصغر درجة. أكبر درجة عندي اللي هي قلنا عليها 59 ناقص 20 هيديني 39 درجة. يبقى المدى عندي 39 درجة. هحسب إيه كمان بعد كده؟ هحسب عدد المجموعات. يعني إيه عدد المجموعات؟ يعني أنا هنا هاخد كل مجموعة من الدرجات مع بعض واجمعهم مع بعض كده في مجموعة. في مجموعة يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو بدأ من اول العشرين، دي اصغر درجة عندي، يبقى انا هاخد العشرين والواحد وعشرين والاثنين وعشرين والثلاثة وعشرين والاربعة وعشرين مع بعض في مجموعة، واجمعهم واشوف عددهم كام. وبعد كده انا نهيت عند الاربعة وعشرين، يبقى المجموعة اللي بعد كده هتبقى بادئة من اول الخمسة وعشرين و26 و27 و28 و29، وبعد كده المجموعه الثالثه هتبقى بادئه من اول ال 30، وهكذا. كل مجموعه هجمع فيها خمس درجات، يعني من اول ال 20 21 22 23 24 دول في مجموعه، والمجموعه الثانيه من اول 25 ومعايا 26 27 28 29. يبقى المجموعه الثالثه هبدا من اول ال 30 برضو، هجمع خمسة مع بعض يبقى 30 31 32 33 34. يبقى اخري 34، يبقى المجموعة اللي بعد كده هتبدأ من اول ال 35 وهكذا. يبقى انا هجمع الدرجات دي في صورة مجموعين. طيب اول مجموعة هتبدأ من اول ال 20، هرمز لها ب 20 وجنبها شرطة كده. يبقى انا فاهمة ان ال 20 اللي جنبها الشرطة دي معناها من اول ال 20 ونهاية ال 24 معايا، لكن المجموعة اللي بعدها هتبقى 25 وراها شرطة برضو كده، يبقى بادئة من اول ال 25 ونهاية ال 29. يبقى هنا في حاجة اسمها طول المجموعة، يبقى طول المجموعة هي 5. طول المجموعة عندي انا فرضت ان هو يبقى كام؟ 5. ممكن اخليه 6 او 7، بس انا هفضل الخمسه هيكون مناسب. ممكن نخليه 4 مفيش مشكله. هيبقى انا هنا هفضل طول المجموعه تقريبا في المتوسط كده يكون 5 هيبقى مناسب. هعمل حاجه كمان ونحسبها اللي هي عدد المجموعات. عدد المجموعات، عدد المجموعات دي بقى يعني انا هيبقى عندي كام مجموعه في الاخر. عدد المجموعات بيساوي المدى على طول المجموعة. المدى اللي هو عندي انا حسبته 39
على طول المجموع اللي انا فرضته من عندي انا هختاره هيكون 5، هقسم 39 على 5 فيها 7 و4 على 5 اللي هو بيساوي تقريبا هقول 8 مجموعات. نيجي نشوف بقى هنكون جدول تحليل البيانات الفكرية ازاي. احنا اتفقنا ان جدول تحليل البيانات الفكرية بيكون عبارة عن 3 أعمدة رئيسية بالشكل ده. العمود الثاني ده اللي هو العلامات اللي احنا عارفين ان هو بيبقى في سور الحزم. اول حاجه اول عمود بنحط فيه المجموعه، العمود الثاني نسميه نحط فيه العلامات، العمود الثالث اللي هو التكرار. اتفقنا ان اول مجموعه بقى بدأ من اول ال20 واسميها 20 واكتبها بربعه شرطه بالشكل كده، المجموعه 20. تاني مجموعه قلنا كل المجموعه 5 يبقى فيها 20 21 22 23 24، المجموعه الثانيه هتبدا من اول ال25، المجموعه اللي بعد كده تبدا من اول ال30 وهكذا، كل مره هزود 5 35 40 45 50 55، وآخر حاجة عندي في الجدول هعمل صف كده للمجموعة. هنا المجموعة، المفروض المجموع بتاعي يبقى هو مجموع التكرارات اللي هو عدد التلاميذ اللي هم كان عددهم 42، يبقى المجموع هنا يكون 42. طب من اول ال 20 لحد ال 25 هعد واشوف عندي كام طالب. من اول ال 20 انا بعد ال 20 وال 21 وال 22 وال 23 وال 24، نعد مع بعض. ادي 20، ندور ونشوف تاني في كمان ادي، مش هلاقي حاجة في الصف ده ولا ده، هاخد هنا كمان ال 23 يبقى عددهم 2، وهاجي هنا في العلامات واعمل 2 واكتب التكرار 2. من اول ال 25 معايا لحد ال 29، نعد مع بعض، هنا مفيش حاجة ولا هنا. ادي هنا 29، وادي 26، وادي 28، يبقى عددهم 3. هاجي في العلامات هنا 1 2 3 واكتب التكرار 3. هنشوف المجموعة اللي بعد كده اللي هي هتبدأ من أول ال 30 وآخري 34، نعد كده ونشوف عددهم. أنا هبدأ من أول ال 30 وآخري لحد ال 34، يبقى معايا ال 32، ومعايا ال 33، ومعايا ال 30، ومعايا ال 34، هعدهم كده هلاقيهم 4. هاجي برضه عند العلامات واحط 4 علامات واكتب تكرار 4. من اول ال 35 واخري ال 39 برضه هنعد مع بعض. من اول ال 35 اخري ال 39، ادي 1 وادي 2 وادي 3
تمام. ايدي خمسة نرجع تاني كده مع بعض عشان نشوف احنا نسيب حاجة ولا لأ. أنا بعد من أول 35 لحد 39 لحد 36 شوف هنا كده الصف ده وخد 38 وخد 36 خدت 35 وخدت 39 وهنا كمان في 37 لما عدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هنلاقيهم ستة بالظبط كده نحط العلامات بتاعتهم ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة حسنا كمان واحد يبقى ستة واجد التكرار واكتب ستة من أول ال 40 لحد ال 44 هنعدهم برضو مع بعض هلاقيهم ثمانية هبدأ من أول ال 40 ونهاية ال 44 لما عدوهم هلاقيهم الثمانية الثمانية فيها مثلها في العلامات عبارة عن حزمة وكمان ثلاثة يبقى تكرار ثمانية هنيجي من أول 45 لآخر لحد 49 هنعدوهم هنلاقيهم تسعة تمثل التسعة دي بحزمة خمسة وكمان أربعة هيكون تسعة من أول الخمسين مجموعة من أول الخمسين لحد الأربعة وخمسين لما عدوهم نلاقيهم ستة الستة همثلها حزمة خمسة وكمان واحد وقت التكرار ستة من أول خمسة وخمسين لحد الآخر لحد التسعة وخمسين هلاقيهم أربعة همثلهم بأربع علامات كده وقت التكرار أربعة نيجي نجمع دول مع بعض عشان نتأكد من الحل بتاعنا يبقى 2 3 5 5 و 4 9 6 9 15 15 و 8 23 وكمان 10 يبقى 33 33 زائد 9 هيكون 42 يبقى انا كده تمام ما غلطتش في حاجه يبقى المجموع عندي كده فعلا 42 الجدول ده اسمه جدول تفريغ بيانات هلالي جدول تفريغ بيانات تكراري اللي هو بالصورة دي نيجي نشوف مع بعض ادي الجدول اللي قدامي اهو من اول 20 لحد ما احنا زي ما احنا عملناه في الشريحة اللي فاتت بالشكل ده لو انا بقى عايزة اعمل من الجدول ده جدول التكراري البسيط او جدول التوزيع التكراري جدول التوزيع التكراري قلنا هنستغنى عن العمود اللي فيه العلامات وهيكون الجدول عندي بالشكل الافقي ده هكتب هنا كده المجموعة واكتب هنا التكرار وهقسم الجدول بتاعي واخر حاجة هكتب هنا المجموع عندي هنا المجموعة كم مجموعة؟ قلنا 8 1 2 3 4 5 6 7 8 هقسم هنا 8 مجموعات 1 2 3 4 5 6 7 8 أول مجموعة 20 هنا 20 بعدها 25 30 35 40 45 50 55 التكرار المجموعة الأولى كان تكرارها 2 ثانية 3 بعدها 4 بعدها 6 8 9 6 4 والمجموع عندي 42
في الجدول بتاعي بيقول لي اجب عن الاسئله التاليه: ما عدد التلاميذ الذين حصلوا على 50 درجه فاقصر؟ عايز عدد التلاميذ اللي حصلوا على 50 درجه فاقصر. علي على 50 درجه فاقصر، فين الدرجات بتاعتي؟ 50 فاقصر ادي ال 50، واللي بعد ال 50 كله معايا، يبقى انا بدايتي من هنا من عند ال 50. بس كل كلمة فأكثر يبقى معايا كل اللي أكتر من الخمسين. طيب عايز هو مين؟ عايز عدد التلاميذ. عايز عدد التلاميذ، يبقى بص على الصف أو الصف اللي فيه عدد التلاميذ. هنا هناك هنا كنا كام؟ كنا ستة، وهنا كنا كام؟ كنا أربعة. هجمع كل اللي أكتر من الخمسين، يبقى ستة، يبقى عدد التلاميذ. هجمع الستة زائد الأربعة يساوي 10 تلاميذ. بيقول لي ما النسبة المئوية لهؤلاء التلاميذ؟ عايز النسبة المئوية لهؤلاء التلاميذ، أقول كده النسبة المئوية لهم يساوي، هو عددهم كنا كام؟ كنا 10. طب وعدد التلاميذ كله كام؟ 42. يبقى 10 على 42 في 100%، الناتج هيكون 23.8%. شوف مثال تاني بيقول لي: أثناء رحلة قامت بها إحدى المدارس لزيارة مصنع للملابس موجود بالمحافظة، قامت كل من هند ونبيلة بتجميع بيانات عن الأجور الأسبوعية للعاملين بالمصنع، عددهم 60 عامل، العدد عندي 60 عامل، وقامتا بتسجيل البيانات في الجدول التكراري ذي المجموعات التالية. عندي الجدول هنا مكتوب فيه الأجر الأسبوعي وتحتيه عدد العمال. في الأجر الأسبوعي بادئ من أول 50 جنيه، وهنا 60، 70، 80، 90، 100، 110. عدد العمال كله كنا كام؟ كان هنا موجود 60. هو قال لي عددهم العاملين في المصنع 60 عاملا، يبقى المجموع هنا وبكتب كام؟ 60. نشوف بقى الأسئلة اللي هو عايزها مني. احنا كده فهمنا الجدول، يبقى هو مديني الأجر للأسبوع، الأجر الأسبوعي، وقدامه عدد العمال. يبقى من 50 لحد 59 ده الأجر، هو الأجر بالجنيه، كان عدد العمال 4. من 60 من بداية 60 لحد 69، 70 مش معايا، من 60 لحد 69 كنا 7، من 70 لحد 79 كان عددهم 12، من 80 ل 89 كان عددهم 18، وهكذا. بيقول لي اقرا، عايز بقى ايه؟ بيقول لي اقرا الجدول، احنا فهمنا كده الجدول. بيقول لي اجب على الاسئله التاليه: اقل اجر اسبوعي يحصل عليه المعامل في هذا المصنع هو، اقل اجر اسبوعي، مش انا عندي الاجر الاسبوعي اللي هو الصف الاولاني، طب اقل اجر اللي هو كام؟ اللي هو 50. يبقى اقل اجر اسبوعي يحصل عليه العامل في هذا المصنع هقول له كام؟ هقول له 50 جنيه، ده اقل اجر اسبوعي. طيب بيقول لي تاني: الأجر الأسبوعي الذي يتناوله أكبر عدد من العمال يتراوح بين نقط ونقط. أكبر عدد من العمال الأجر الأسبوعي بتاعهم، طب نشوف أكبر عدد من العمال كان كام؟ أدي عدد العمال، أكبر عدد من العمال كان عدده كام؟ 18. طب الأجر الأسبوعي بتاعه بقى يتراوح من أول فين لحد فين؟ ال 18 دي بادئة من أول ال 80 وقايتها لحد ال 90، يبقى الأجر الأسبوعي اللي بيتناوله أكبر عدد من العمال يتراوح بين ال 80 دي البداية ونهايته ال 89، يبقى أكبر عدد من العمال كان عندي أكبر عدد من العمال اللي هو 18. الأجر الأسبوعي بتاعه من أول 80 لحد 89. آخر
سؤال بيقول لي النسبة المئوية للعمال الذين يتناولون أقل أجر أسبوعي هي نقط في المية. أقل أجر أسبوعي، أقل أجر أسبوعي اللي هو 50. عدد العمال، عايز هو النسبة المئوية للعمال الذين يتناولون أقل أجر أسبوعي. طيب أقل أجر أسبوعي اللي هو عند مين؟ عند 50. كان عدد العمال كام؟ 4. هو عايز النسبة المئوية دي، يبقى هقول له 4 على كل العمال كان عددهم 60 في 100%. الناتج هيكون 6.67%. يقول لي بعد كده عدد العمال الذين يبلغ اجرهم 100 جنيها فاكثر. 100 جنيها فاكثر ده الاجر، يبقى بص فوق عند ال 100 جنيه فاكثر، يبقى ال 100 وال 110 والاكثر من 110 معايا ولا لا؟ معايا، عشان هو بيقول لي 100 جنيها فاكثر، يبقى هحط عليها كده قبل ال 100، يبقى كل اللي بعد ال 100 معايا. ليه؟ لانه قال لي 100 فاكثر. يبقى كام عددهم؟ 5 وكام و3، يبقى عددهم كام؟ 8 عمال. 5 زائد 3 يساوي 8 عمال. عايز النسبة المئوية ليهم، يبقى عشان احسب النسبة المئوية هقول له هم عددهم كنا 8 في 8 عمال، يبقى 8 على 60 في 100% يساوي 13.33%. كده يبقى انتهى درسنا يا سنة 6، وإلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.